عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا يقول رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. سبق أن الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات، لكن يستثنى هنا يستثنى بعض الصلوات إما مطلقا وإما لعارض. فأما الذي يستثنى مطلقا فهي صلاة العشاء، فالأفضل فيها التأخير إلى ثلث الليل ما لم يوجد مشقة. وأما التي لعارض فمنها الظهر، الظهر في حال شدة الحر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالإبراد. وليس الإبراد أن نؤخر الصلاة عن وقتها نصف ساعة أو ساعة، هذا ليس بإبراد، بل هذا عكس الإبراد، لأن برد الجو عند الزوال أقوى منه بعد ذلك، أو بعبارة أصح، لأن حر الجو عند الزوال أخف منه بعد ساعة أو ساعة ونصف. وعلى هذا فالإبراد المشروع هو الذي جاء في هذا الحديث: حتى رأينا فيئة تلول،